السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عرفنا من كام ساعة ان تم القبض على احمد حسن وزينب في كومباوند البارون بالباساتشين. دلوقتي هنعرف نص اعترافات احمد حسن وزينب في التهم الموجهة اليهم واستدعاء النيابة ليهم. شوفوا رد احمد حسن وزينب قال ايه حوالين الاتهامات الموجهة اليهم. انكر اليوتيوبر الشهير احمد حسن وزينب امام النيابة الاتهامات المنسوبة ليهم بتهمة تعريض حياة طفلتهم للخطر. وقال أحمد حسن إن هو وزوجته بيحققان الأرباح من اليوتيوب قبل ميلاد بنتهم آيلين، مضيفا إن الهدف من تصويرهم وظهور بنتهم معاهم هما للذكرى فقط، وقالوا إحنا بنخاف عليها وبنحميها، نافيا إن هو بيظهرها معاه لزيادة الأرباح. وواجهت النيابة أحمد حسن وزينب بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر بالمخالفة لقانون الطفل عبر ترهيب الطفلة بقيام الأم زينب بدهن وجهها بصبغة سوداء ثم إخافة الطفلة في أحد الفيديوهات. وألقت الأجهزة الأمن زي ما احنا عرفنا اليوم القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتشين بتهمة ترهيب طفلتهما. وانت عارفين ان المجلس القومي للأمومة والطفولة كان مقدم فيهم بلاغ برضو بيستخدموا بنتهم للتربح المادي وبيرهبوا بنتهم بحثا عن الشهرة والمال والكسب السريع. واستمعت النيابة لأقوال أحد مسؤولي خط حماية الطفل مطالبا بتوجيه تهمة الإتجار في البشر للمتهمين طبقا للمادة 291 من قانون العقوبات. ولسه التحقيقات مستمرة مع أحمد حسن وزينب، بس كان ردهم وأول اعترافاتهم قدام النيابة. بشكركم على حسن المتابعة، ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو. أسيبكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة